لي يا بني، طلعت العلم، قال لي رجعوا لي في الصندوق يدوا لي العلم، قال لي انا ما درت والو. يونس محمد ونجيب أبطال جزائريون في رياضة الكيبو، مشوار حافل بالإنجازات الوطنية والقارية، شرفوا الراية الوطنية ورفعوها عاليا في عديد المحافل الدولية. هم الآن في السجون التونسية منذ أكثر من عام لأسباب غامضة. هذو ثلاث رياضيين جامعيين شاركوا في عدة بطولات عالمية، عندهم ميدالية ذهبية وميدالية برونزية. على كل حال كانت عندهم بطولة في تونس الشقيقة، راحوا يوم 9 ماي 2022، في اليوم الثاني نتاع المنافسة صارت حادثة، الوفاة تاع الخبير سيد أحمد طيبي. من بعد ساعة هكذاك جاو اعتقلوهم، قال لك باللي فيول مانيش عارف منه. الرياضيين ومظلومين في تهمة اغتصاب فتاة، والقضية ما كاش منها كاع، متهومين في الغلط، وماذا بينا هذو دري بان الحق ويرجعوا لمالهم، مالهم محروقين عليهم. أبطال عالميين شرفوا الجزائر وراحوا تونس باش يطلعوا الإعلام، صابوا روحهم محجوزين وبلا تهمة مدة عام. قليل من يشعر بحرقة أولياء الأبطال المحتجزين، فلا رجاء لهذه العائلات إلا لله عز وجل، مجددين أملهم في السلطات الجزائرية للتدخل. يعني ظلم كبير. احنا نطلب من السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تدخل، لأن كاين أمورات اللي ما نجموش نحكيهم في دقيقة، كاين عندنا أدلة لتثبت باللي يعني مكيدة، وإن شاء الله يتلبى النداء من طرف رئيس الجمهورية ويولوا الأهل تاعهم. أبطال رياضيون جزائريون يتواجدون في السجون عوض منصات التتويج التي تعودوا عليها، ينتظرون مفتاح الفرج للعودة إلى حلبة المصارعة وحصد ألقاب إضافية يرفعون بها شأن الجزائر.